من جهته قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن الاتفاقية مع البنك الأوروبي تهدف إلى تحديث وتطوير معامل شركة السويس لتكرير البترول بتكلفة تصل إلى 200 مليون دولار، وذلك لتطوير وحدة التفحيم داخل المعمل، الأمر الذي يزيد من القيمة الإنتاجية له. ده من ضمن الخطة بتاعتنا في تحديث وتطوير المعمل بتاع شركة السويس لتكرير البترول اللي هو الموضوع النهاردة، والموضوع النهاردة هيكلف في حدود 200 مليون دولار، وده هينطور فيه الوحدة التفحيم اللي في المعمل، ووحدة قديمة جدا اتبنت في منتصف القرن الماضي، والحقيقة كانت محتاجة انها يتم عمليات تطوير عليها، وهيتم كمان إضافة وحدة استعادة واسترجاع غازات. من هنا اللي عايز أقوله وحدات مختلفة هتزود من قيمة إنتاج هذا المعمل من المنتجات المختلفة، سولار أو بنزين أو نفطة يعني اللي هتطلع البنزين وغيره، والأهم من ده كله إنها هتبقى مواصفات المنتجات اللي هتطلع يورو 5، يعني تبقى طبق المواصفات العالمية نقدر نصدرها من ناحية. من ناحية تانية إن هي هترفع كفاءة هذا المعمل، بمعنى آخر إنه كان فيه فاقد وفواقد كتير سواء في الغازات المحترقة أو الوقود المستخدم أو الكهرباء المستخدمة، فمع رفع كفاءة لأن الوحدات هتبقى وحدات حديثة وبتتعامل بتكنولوجيا حديثة، وبالتالي هيبقى فيه وفر لاستهلاكات الوقود والكهرباء، ومش هيبقى فيه غازات ضائعة في انبعاثات كمان، فيبقى منع للتلوث انبعاثات الغازات اللي بتخرج من هذا المعمل.